ننتقل لفقرتنا القادمة، فقرة لو. فقرة افتراضية، راح نخليك بمواقف افتراضية ونشوف شنو تسوي بيها. تمام؟ لو كنت رئيس الوزراء العراقي الحالي، شنو القرار اللي تتخذه؟ أحول العراق إلى دولة ملكية. ليش؟ لأنه جربنا الجمهوريات، جربنا كل الحكومة الجمهورية اللي صارت بالعراق، مع الأسف فشلت. فشلت. بينما الحكومة الملكية يعني أنا عاصرت الملك. أنت عاصرت كل الحكومات العراقية لليوم. كلها. كلها. فترة الملكية شوفها الفترة الذهبية. لأنه الملك فيصل الثاني راد يبدل سيارته ما قدر. قدم طلب إلى مجلس الأمة. قال لهم أريد أبدل سيارتي. صدق هاي لو حكي؟ هذه حقيقة وموجودة مكتوبة موجودة. راد يبدل سيارته، قال يا بس سيارتي صار لها يعني موديلها شوية عتق مال 3 سنوات 4 سنوات وخاف تعطل وجلالة الملك يوقف بالشارع وصعبة. لم تحصل الموافقة. قال له إذا تعطل سيارتك الوزير الفلاني على دربك يمر يأخذك. راح أحكي لك قصة كلش مهمة. أوكي. وهذه موجودة في التاريخ الملكي في زمن الملك غازي. شارع الرشيد كان من أجمل شوارع بغداد في تلك الفترة، ومن أجمل شوارع الخليج العربي في تلك الفترة. كانت هناك تنعرض سيارة صغيرة مثل مالت السباق، حمراء بها باب وحدة. فالملك فايت هو والمرافق الأقدم مالته فؤاد عارف، هذه من مذكرات فؤاد عارف. فصفن الملك بشارع الرشيد خليها فجام خانة، قال ايش كد حلوة هاي السيارة. قال للفؤاد بس روح شوفها بيش. نزل فؤاد عارف، دخل سيارة الملك، هو دي يسوق ملك غازي. فسألهم هاي بيش السيارة؟ فقالوا له هاي السيارة ب700 دينار. أبو المعرض بابا قال وجلالة الملك موجود بالسيارة قاعد، خليه يتفضل نسوي له قهوة. فؤاد عارف قالهم لا جلالة الملك يعني سيارة واحدة هو دي يسوقها يعني ما يريد إزعاج ويزعج الآخرين، يريد قاعد بمكانه. فسأل ايش قد سعر السيارة؟ قالوا له 700. أبو المعرض قال له المن هاي السيارة؟ قال له جلالة الملك هو عجبته. قالوا له جلالة الملك 650. رجع فؤاد عارف ركب بالسيارة، قال لها بشر بيش قالوا لك؟ قال 750. قال مين أجيبها؟ 650 العفو 650 مين أجيبها؟ صور يعني ولو أضوجك بيها خاف طويلة. لا والبرنامج بالعكس يعني مستمتعين يأثر عليها. فرح للبيت جلالة الملك غازي، جمع عماته وخالاته. قال لهم شفت سيارة سعرها 650 وشلون وأنا ما عندي. فلمولة خالاته وعماته كلها طلعت بحدود 500 دينار من أهله. ايش قد بقت؟ 150. فمن الصبح داوم، قال له الفؤاد عارف قال له بعد لي 150 منين أدبرها؟ قال له خابر وزير المالية يجي بك تلقي لك فد باب. من وزير المالية؟ حسقيل يهودي، الصور يهودي شقد عنده حرص على سسان حسقيل. طبعا زين شنو كلمة حسقيل؟ إذا تتذكر بعض الأمثال يقول لي يلا لا تحسقلها. صحيح. حسقيل اليهودي وزير المالية العراقي. والصور الآن وزير ماليتنا العراقي شقد يملك. فقعد حسقيل جلالة الملك يريد يحكي ما يقدر. قال للفؤاد عارف أنت احكي. فؤاد عارف قال له جلالة الملك هو وعماته وخالاته لموا هالمبلغ وبعدهم 150. حسقيل ضاج قال له والله احنا جلالة الملك معلمنا على القانون والالتزام والنظام، إذا يريدني أخالف القانون أنا ما عندي مانع. لتقهرنا أستاذي جلالة الملك غازي صار بي انقهر. قال له أرجوك عيني حسقيل اعتبر نفسي
نفسك أنا ما قايلها ولا سامعها، ولأول مرة جلالة الملك يوصل حسقيل إلى سيارته. فهذا الملكية للأسف. وشوف هسه عضو مجلس النواب ايش قد يملك وراء 40 سيارة